الكرام، الآن وبعد انتظاركم الطويل الذي أشكركم عليه وأقول بيض الله وجيهكم على الحضور وعلى الانتظار، ونعتذر منكم على الإطالة، رحبوا معي بالأستاذ الإعلامي طلال الذي سيدير هذه الأمسية، ونقول مرحبا ومسهلا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا حضورنا الكريم ومنطقي كلام عليكم، نرحب بشعارنا في الامسيه الاولى من صيف هجران، وادعوهم للحضور الشاعر الكبير سعد بن جدلان. الشاعر ناصر بن خويلد. الشاعر محمد بن ديان. راعي الشلة حسين البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مهرجان نجران، نجران التراث، نجران الأصالة، نجران الآثار، نجران الحضارة، ينطلق بأولى أمسياته الشعرية لهذا المساء بنجوم لهم جمهورهم ومتابعينهم، لهم حضورهم القوي في ميدان الساحة الشعرية. قبل أن نبدأ حضورنا الكريم مع نجومنا الشعراء لهذا المساء، لابد لنا من تهنئة أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، وإلى أهالي منطقة نجران بتميز هذا المهرجان وهذه الفعاليات في كل عام، وعلى الدعم المتواصل من إمارة المنطقة، وعلى دعمكم أنتم يا من حضرتم وتفاعلتم معنا في هذا المساء الذي يتزين بكم من هنا ومن المسرح الروماني في غابة إسقام. نحيي مشاهدينا الكرام عبر قناة المرقاب الفضائية الراعي الحصري للمهرجان، ونتعرف على أول فرساننا لهذا المساء. بدأ الشعر من خلال فن المحاورة، واشتهر بالبلاغة في الشعر والرد القوي مع إجادته لشعر العرضة الجنوبية وشعر النظم. لقبه الأمير خالد الفيصل بشاعر الوصف، فامتاز شعره بالحكمة وكلاسيكية المفردة والصور البلاغية الرائعة والدقة في الوصف والجزالة في المعنى. ومع هذا كله يتجه قصيده إلى الطابع الديني. رحبوا معي بالشاعر سعد بن جدلان. ونبدأ معه جولتنا الأولى. تفضل أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عند أمير بلاد نجران جوهرة الجنوب، دار حكام الجزيرة ودار الجايام، يا سلام الله الأمير المقدر ومحسوب يستحق أعلى أغلى التحيات وخيار الكلام. سيدي مشعل رعي الجود
والصدر الرحوب الملك ابن الملك الكريم ابن الزروع. ابن عبد الله ملك المشاعر والقلوب، منزله في ذروة المجد من فوق السلام، زارعنا حبه بكل الحكايم والشعوب، وان عشا الله ساد حبه على كل الانام. والتحيه يا اهل نجران جارت الجنوب ملك حكام الجزيره وملك الجاليه. لا زال الابداع مستمرا، ولا زلنا واياكم في اولى اماسي صيف نجران. شاعرنا الثاني، شاعر المليون في نسخته الرابعة، شاعر جزل يحمل شعره أبعادا للمتلقي والمتذوق، يمتاز بالجزالة، نجم على الساحة الشعرية. رحبوا معي بالشاعر ناصر بن ثويني. أولا سلام عليكم ومسيتوا بالخير جميع، حي والله ذا الوجيه، والله ان مقابلكم من وماس، الله يبيض وجيهكم على استقبالكم الطيب، وذا الليل من ابرك الليالي اللي جمعني بكم وجمعني مع اخواني الشعراء اسماءهم بن جدلان وبرتيان وحسين البيت، وذي والله من ابرك الليالي، وعسى الله يجملني عندكم. نسيت سقت القدم في جاه رب الكون والمخرج ملي، عسيت قفرات الصحاري واكتشفت طروقها، آمنت باللي لا إله إلا هو الحي العلي، وازهبت للشرد بفكري بندق ما بوقها. ثلاثة هلة ساهر وعصابتي قيد جملي، أدرى مشاريه الرجال اللي تكض حلوقها، واليوم عديت اللي أحشم وحمولي علي وخيل غرم من ورا نجران وضبروقها. جيت على موتري الحالي معي رحمه الله، وصادفت في الدرب عج وقلت لي ابيات. انا الليله تفاجات بالشيخ بن همام هادي انه كان كل سنه يرعى الاحتفال، والليله اشوف انه مو موجود والتنظيم مو برعايته، لكن من سد عنه فهو يسد اللزوم. قلت لي ابيات ولا عدني والله رادها يا وجيه المسلمين كلكم. يقول يا ذا الجيب لو تبكي من الشين ما تلام، كل العج وجهك في الخطوط الجنوبية، فقدت الدريول حزت الصبح لا من قام يلمع خشيمك ثم يوقفك في الفية. خشيمك من الطنخة ترزع علي العام، أظنه تنجدها ولا عاد لهنية. أنا لو عذرتك ويش أقول القبائل يام، ما كل اعتذار تقبل الناس راعية. أنا الشاعر اللي كل ما هبت الإنسان تحرك بصدري غصن أخضر وقمرية، أصور مثل تصوير هوليود لا الأفلام، ولا قلت لي بيتني يجي فوق كرسية. دخيلك لا تبرك قبل تاقف على باب ابن همام كريم المبادي، حي والله مبادية، سلامي من عماقي على هادي الضرغام، وسلامي على فعله ووقفاته الحية. بوابة العز دون الياس مقبولة مقبولة، بوابة العز دون الياس مقبولة، واللي يبي الأوله يتعب ويلقاها. وصية جاتني من يام منقولة، لبيه لبيه يا موسى يا. مستمرين معكم حضورنا الكريم، مشاهدينا الكرام، ولازلنا وإياكم في هذه الأمسية، أمسية صيف نجران الأولى. فارسنا الثالث شاعر من دولة الكويت، من شعراء قبيلة يام، حاصل على الدكتوراه في المحاسبة، ومشارك في نسخة شاعر المليون الرابعة، له العديد من الأمسيات والمشاركات الشعرية. رحبوا معي بالشاعر محمد برتيان. مساكم الله بالخير جميع، ماجورين والسلامة. والله إني أتشرف
أبو جودي في نجران وعند أهل نجران وقدام جمهور نجران. الله يرحبكم، وحنا وياكم على مقالق شرم في ذا المكان، نرحبكم وترحبون بنا، ورحب بالجمهور بشكل عام، ورحب بالشاعر سالم بن جخير، ورحب بالربع اللي جاوا معي ولا أنا اللي معهم، الشيبة نادر بن ارتيان والخال مانع بن حميل، ولا يفوتني إلا رحب بالشيخ مانع بن صمعان ابن نصيب، مرحبا بكم وسهلا. قبل أبتدي يا هاجس الشعر بنخاك، قبل أبتدي يا هاجس الشعر بنخاك، وحنا خلقنا للظفر والحمية. قبل أبتدي يا هاجس الشعر بنخاك، وحنا خلقنا للوفا والحمية. يا محمد ابن الذيب والله ما ننساك، عين ونعي ولو الوقت عيا. سلام مني على المسرح وجلاسه، سلام مني على المسرح وجلاسه، إعداد ما ذعذع الغربية ابن سناسه، وإعداد ما هلت المزنة بشايرها، وإعداد ما داج في القيعانة عساسه، وإعداد كيف الرجال وفوحة الدلة، وإعداد نجره ومقياسه ومحماسه، وإعداد صوت العزاوي ساعة الهية، وإعداد ضرب القناة والدرع والطاسة، وإعداد صوت العزاوي ساعة الهية، وإعداد ضرب القناة والدرع والطاسة، وإعداد ما تحتمي أيام المضاربها، وإعداد من يعتزي في ربعه ناسه، يقول هلي من الطنخة رفع صوته وأسرج قصيدة على فكره وهو جاسه، والشاعر اللي ما هو بيجمل المعنى ليته جلس واستراح ووفر إحساسه، دامه ما يذكر وقايع جده وعده، ما هو بلازم يبين للعرب راسه، وأهل الجمالة تجملها فعايلها يوم الردي همه بكشخته والباسه، واليوم ما هو بموقف كشخة وصورة ولا قصايد غزل وعيون نعاسة، اليوم يوم القصيد اللي على حلة ياتيك مثل البحر ما تعرف قياسه، يا يام يا يام وش أقول وخلي ما دام تاريخنا لمجادن براسه، يا يام يا يام وش أقول وخلي ما دام تاريخنا لمجادن براسه، يا من الوفا والثنا، يا من الظفر والسطر والعز والفزعة، يا من العريقة فخر راسية ونماسة، يا من الوفا والثنا والطيب والفزعة، يا من الوفا والثنا والطيب والفزعة، يا من العريقة فخر راسية ونماسة، من هو حكم في عدن واحكم منافذها، وثوينية الترك من هو حد من باسه، من هو خسر شوكة محمد علي باشا، ومن هو هزم جيشه وجنده وحراسه، أقولها بالنيابة عنها للسمرة، قوم من على الضد بياعه ومدباسه، عوق الخصيم وعماه وطمس طارية، ولا الرفيق الموالي تجلي إعماسه، وكل القبائل كفو ماني بحاقرها، يقولها الشاعر اللي ما غاب راسه. عليكم زوج راعي الشلة، الله لا يهينك، راعي الشلة غني عن التعريف في عالم الشيلات، له حضوره القوي والمتميز باختصار حسين البيل، سعاد على الجير والنيران وقاده.
انت صح صوتك وما عليك زود يا حسين، والله يجملنا ومجملين ان شاء الله شعرنا في هذا الليل. مستمرين معكم ومع الابداع، لا انسى حضورنا الكريم، ومن خلال جولتنا الثانيه نحيي حضورنا الكريم وحيي الشيخ مانع بن نصيب وسالم بن جخير ومدير عام قناه المرقاب سلطان الحيماني، ولكم انتم جمهورنا الكريم. مستمرين معكم ومع التميز ومع الجوله الثانيه وابن جدلان. ابن جدلان اصر لي ياخذ المقرغول. انا والله يا ابو الله يمشيكم بالخير. انا ماني بشاعر في المنصات الشهيرات مع اهلنا من الصحراء ولا يديك الساحه، لكن الله يسامح الجرايد والمجلات كثير الناس خوت شهرته كان يشاح بعضنا لم يقل مجلب بعاريني ونوقاتي على حمد وسوق الشام ما جاته بتفاحة. يا معشر من أحبه من إخواني من أخواتي أظن الشيء بكرة وانشرح البكرة إيضاحه يعجز الطب في حالة تحط بالأنفس الذاتي. يا معشر من أحبه من إخواني من أخواتي أظن الشعر بكرة وانشرح البكرة إيضاحه يعكس الطب في حالة تحط بالأنفس الذاتي سبب صدمة بتبوء طموحاته ومسلاحه. تعالي سولفيلي يا عجوزي يا بنياتي روحوا يا عيال بشاشة التلفازيون راحة قضى وقته مرعرع بين ولادي وبناتي. علي الله يخليك من طريق الغابة مصباحه أظن الحل الأنسب في علاج الحاضر الآتي خذ بندق ودور لك عصارة وتسبح. يا الله يلي منك تات الخلق وإليك المصير. يا عالم ظروف البشر وعلام خاصة البشر وظروفها وأحوالها تفتح لنا بيبان خيرك وأنت والي كل خير. يا فارق الكربات عند الضيق يا حلالها عندي قصيدة مجد في داخل ضميري تستدير لمدة نطلع التلمة وحط بدالها. عندي قصيدة مجد في داخل ضميري تستدير لمدة نطلع التلمة وحط بدالها واضحنا تطق طبولها في مدح شيخنا ممطير وبظليماني ما يقدم ما يقود أفعالها. وضعاً تطق طبولها في مدح شيخ من طير وبظليماني ما يقدمها يكود أفعالها. يا نايم ارفاعي يا ابن عشوان يا نعم العشير لعدي ترى أصحاب واحتاج الصحيب وجعلها. كبير كبير يا نايم علي بالحرام انك كبير يا ريح داني العيلة من اللي صافي شلالها تستاهل التعب
التقدير والعرفان في الوجه الجديد، وأول سياق الشاذلية لدرجة رجالها وتستاهل المدح المشيد يا الأمير ابن الأمير عوف القصيد اللي نجت لبي فصالها. وتستاهل المدح المشيد يا الأمير ابن الأمير عوف القصيد اللي نجت لبي فصالها، تمشي بالركبان من بغداد لسودة عسير، رعانها يرعن براق السعد أبرالها، تزحم منصة الخطب وتنبه الجمع الغدير وترجع على فيسبوك ويرجع الشهر اللي قاله. حسانك ابن جدلان، ابن جدلان سن في هالجول انها تكون قصيدتين لكل شاعر. نرجع للشاعر ناصر بدويني. في قصيدة اللي سلمت فيها بيرك شاعر مليون قبل سنة، وكانت يعني تغطية رمزية على أنها غزل، بس أنها في النهاية ترمز لمسابقة شاعر مليون. الوكاد في نهاية القصيدة يعني طلقت المسابقة طلاق كذا بينونة، فسمعها شايب أن الله يحسن خاتمته وقد هم ضيعن العلوم. فيوم سمعها التفت على عيالي، يا عيالي لا حول ولا قوة إلا بالله، الله هو أمر بالستر، وش اللي خلاه يطلع على قناة أبو ظبي وعلم المسلمين أنه طلقت؟ فهذه طرفتها، يقول: ألا يا ليت شعري يا مضاوي، ألا يا ليت شعري يا مضاوي، اليوم إني تلهمت الدعاوي، قسمت الوقت ما بيني وبينش ولا ترضين حتى بالتساوي، علي الصدر أسمي وابتدي به ولد العين في العجز الرهاوي، وعليش الري للعطشان حتى يعود كل عرق فيه راوي، تعرضين المفاتن في عيوني على المكشوف وتقولين غاوي، دعي عذلي ونسيني هيامي ترى النسيان نوع من التداوي، تثنيلي أميلي بالركادة فديت الغصن والورد العذاوي، حياوي بس لا منش عرضتي تهورت ونسيت اني حياوي، ذنوبي فيش ما استفتيت فيها كبار القوم وشيوخ الفتاوي، ولا من وصلني منهم ملامه ما عندي عذر لكني شفاوي، انا وياش هقوتنا كبيره ولا هانوا كبيرين الهقاوي، تحلي بالذهب والماس الابيض وانا بالسيف والبشت الحساوي، وجيها الخيل وملاعب لسنها تعرف الزير وبخيت العطاوي، وانا من يام والحرة خوالي مقر العز وكبار العزاوي، تحلي بالذهب والماس الابيض وانا بالسيف والمشت الحساوي، وجيها الخيل وملاعب لسنها تعرف الزير وبخيت العطاوي، وانا من يام والحرة خوالي مقر العز وكبار العزاوي، كفرت بكل ما يثني عزومي لكن بالله وثبت العراوي، طحنت حبوب بقعه وطحنتني ولا رخيت المناكب للبلاوي، يا ربي لا تقدر لي وضيحي ولا يشفت لي صار الخطاوي، واذا اني صرت طايح لا محاله يا رب اني مطيح لا مساوي، يا ربي لا تقدر لي صمودي ولا يشفت لي صار الخطاوي، واذا اني صرت طايح لا محاله يا رب اني مطيح لا مساوي، رجائي انك تجاوز عن ذنوبي ولا تكتبني العبد الشقاوي، ابو ابن عمتك واسجد لوجهك وفادي لك وانا ماني فداوي، سلام الله لابو خالد محمد عليه ساق مع شجر القهاوي، سلام الله على ابو خالد محمد عليه ساق مع شجر القهاوي، سمي الحمد بالحمد يتسامى على سلم تواضعها السماوي، ارق من الصباح العلب واكرم من النسناس والسيل النحاوي، إلى مر الفقارة والفقارة يسفون التوجد والمناوي، تلفت كل فقري في رفيقه يا وجه الفقر جاك الخير راوي، إلى مر الفقارة والفقارة يسفون التوجد والمناوي، تلفت كل فقري في رفيقه يا وجه الفقر جاك الخير راوي، إلى منه عطى فالمعطي الله غش الجمال خيره والشواوي، وإلى منه رضا ما عاد يزعل، وإلى منه زعل ما عاد ياوي، كذا يفرق من الشيخان شيخ يقص الياس ويمد الرجاوي، وأنا اللي يا مضاوي يوم أوقف يربع بيفض الشعر السناوي، قبل عامين طبيت وملكتش
على عين المطوع والهواوي، لكن ذا الحين طالق بالثلاثة طلاق الحر من بنت تداوي. فمان الله واخذي ما بقالش، وانا باقي لي افك الغطاوي على هو اشترى شدي قصيدها ولفها وسميها مضاوي. لا اما القصيده الثانيه الجديده ما بعد احنا نسمعها. يقول علي الهبوب البارده عجبي هبي حلال يقول يا سلمان سلم لي على العم ابو سلمان رجل الاعمال ابن العم سلمان الجمال. يا سلمان سلم لي على العم ابو سلمان سلام من يسر العين ويفرج الكره خليلي لكنك غير عن جملة الخلان أفاخر الطريق مع الناس وجه أربه ومركب الله بذبح الردى والكريم امعان توكل وسم الله وافعل متى ومربه لباس المراجل ينسج من الوفاء من شان يشكل لباس بين الأجواد تظهر به لقاح التجارب تنجب من الزمان أخواني سوق الزمان بشارته وانت باشربه يا سلمان لله العجب كم ردي الضال غشتني مشاريها ولا فادني قربه نزح ضعوني عن ضعونه قدر لمكان لعل وعسى ما يجتمع دربي ودربه انا يا رفيقي جارك الله من الحرمان من الضيق ادور عذر لجنه اتعب دربه تجمل وبعدني من فلان سب فلان عمل خير في متكدر البال تجربه مصيبه عزيز النفس دايم من الكتمان يكن الوجع ما يبغي الناس تشعر به نوح الغريب ويشتري غربة الله أكبر غربة الله. صح لسانك يا ناصر.